قصص حياة القديسين، بنعرفك القديسين من كل أنحاء العالم ومن كل قرن ومن كل زمن. القديس أرسطو الرسول. في أي زمن عاش القديس وفي أي مكان خدم؟ فتابعونا. إذا كان أول مرة تشاهدون القناة، لا تنسوا بالإعجاب بالقناة والاشتراك فيها. أرسطو اسم يوناني معناه محبوب. عاش في القرن الأول الميلادي. القديس أرسطو خدم مع القديس بولس الرسول. وأرسله إلى أفسس ومقدونية مع تيموثاوس الرسول أعمال 19-22. وقيل أنه بقى في كورنثوس بعد أن ترك بولس الرسول للمرة الأخيرة. 2 تيموثاوس 4:20. وقد قبل نعمة الروح القدس مع الرسل وتكلم معهم بلغات، ثم كرز ببشارة الخلاص. ونالته شدائد كثيرة. ورسموه بعد ذلك أسقف لأورشليم، وقد صنع الله على يدي آيات كثيرة، وبعد سن الشيخوخة تنيح بسلام. وتعيد له كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في 29 برامودة من كل عام. براقتهم صلواتهم هؤلاء القديسين تكون معنا. آمين.